من الفوارق المهمة بين المؤسسة والشركة هي التمويل والاقتراض. تتمتع المؤسسات بتصنيف ائتماني بسيط في القروض البنكية وغيرها من أنواع التمويل، لأن المؤسسة ما لها شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها زي ما قلنا في فيديو تأسيس، يعني يعطى القرض لمالك المؤسسة مباشرة، ولا يمكن فصل أموال المؤسسة الخاصة الضامنة لتسديد القروض عن أموال مالكها. أما بالنسبة للشركات فالوضع الائتماني لها وقدرتها على الحصول على قرض أفضل بكثير من المؤسسة الفردية، والسبب هو استقلال ذمة الشركات المالية وانفصال شخصيتها عن شخصيات ملاكها. والآن بعد ما عرفت الفرق تقدر تأسس شركتك بسهولة عبر com.cr.sa.